الرأسمالية. فاضل ايه في البلد؟ يعني فاضل ايه في البلد لما يكون كهرباء وميه وتقول لحياتك ان الدوله تتهد؟ لا الدوله تقوم عدد ضرائب. قناة السويس نفسها على فكره صندوق. طب بالله عليك يا دكتور، يعني قناة السويس صندوق مش صندوق ملاك. قناة السويس كمان مش بيخش المال المصري كله صندوق، بس تحت حساب البنك المركزي. هو ده اللي احنا بنتكلم عليه. بس قناة السويس هي الفلوس المؤمنة، على الاقل الفلوس المؤمنة، بس ما بتخشش كلها مصر. أنا دولة ما بتخشش مصر، أنا تاخد 10% بتاعتك. انا عاجز عن الكلام بصراحة، لان ليك حق والله. خلاص قناة السويس نفسها انا ماليش فيها، لان هي صندوق. البترول صندوق، اراضي الدولة اللي بنبيعها صندوق، الجامعات صندوق، كل حاجة صندوق. فصحة انا خلاص عجز الكلام، ويبقى الامر عند البرلمان، هم اللي عندهم الحل والربط. طبعا الماليه، وزاره الماليه اللي انت قلتها دي مهمه جدا.